السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع فاطمة. اليوم غادي تشوفوا محل أميرة، المحل اللي نشري عليه الكثير من المكونات، اللي من بينهم غلوكوز، جيلاتين حلال، سميد الخاص بقلب اللوز، المزهر، مكسرات ومكونات أخرى. في هذا المحل كاين مجموعة توابل متنوعة، غادي نبدأ تشوفوها في الفيديو. وتلبية لطلبات الأخوات، كل مرة إن شاء الله غادي نعملكم فيديو للمحلات اللي نقضي من عندهم واللي نشري عليهم المكونات اللي نستعملها في المطبخ. ومعظم المكونات اللي نستعملهم في الحلويات راني نقضيها من هذا المحل أميرة المتواجد في مونريال. كما راكم تلاحظوا هنايا أنواع تاع الشوكولا وحلويات ملونة باش تزينوا بها. كاين أيضا منتوجات كثيرة الخاصة بشهر رمضان المبارك. هنايا التمر أو الغرس اللي نستعملوه في المقروض أو البراج، كاين عدة أنواع. وهنايا التمر الطازج أيضا كاين عدة أنواع. يعني محل أميرة جاب بزاف صوالح الخاصة برمضان. هذا التمر بأنواع مختلفة وماركات مختلفة. كاين أيضا التين المجفف، المشماش المجفف كما راكم تلاحظوا. هذا التين المجفف ينباع بكميات صغيرة، وكاين فواكه أخرى أيضا مجففة. هنايا مجموعة نتاع مكسرات اللوز بالقشرة أو اللوز بدون القشرة. كاين أيضا نواط كوكو، كاوكاو، وجميع المكسرات اللي تحتاجوها في المطبخ. هذا نواط كوكو. هنايا البرقوق أو لي بخون مجففة، وهنايا تنباع بالميزان. بيستاش أيضا، رقائق اللوز كما راكم تلاحظوا رقائق اللوز 7.99 دولار. هنايا ايضا اللوز المطحون على شكل غبرة اللي تستعملوه في الدزيريات وفي لي كورني وفي حلويات اخرى معسلة. كاين ايضا هاد المكسرات بها بالقشرة تاعها. يعني جميع المكسرات بانواعها مهما كانت مملحة او غير مملحة، محمصة أو غير محمصة، متواجدة. وهنايا هادو لي فون دو طارت ولا طارتولات مالحين، تقدروا وضع فيهم أي حشو شئتم. بالنسبة للأخوات اللي حابوا يتاجروا في هذا النوع من الطارتولات تقدروا تغلفوهم بهذه الطريقة. وهذه الجوزية كما راكم تلاحظوا بأذواق مختلفة. كاين هنايا المزهر أيضا والسمن، المرجان وأيضا الحياة، العسل ايضا. يعني ملي تدخلوا هذا المحل وكانكم راكم في الجزائر. هذا العسل الحر، وهذا المازهر والماورد اللي يجي في قاروره تاع زجاج. بالنسبه لزبده التوريق هيا لا اللي دائما نتكلم عليها، الاس بي اس تجي اللون نتاعها ابيض، وكاين الجولدن يجي اللون نتاعها اصفر. هنايا زبده التوريق لازم تخلطوا تنين انواع تاع زبده، البيضاء والصفراء، باش تصنعوا العجينه المورقه. وبالنسبه للعجينه نتاع الكرواسون تستعملوا فقط الزبده الصفراء، هي ايضا هنا متواجده في هذا المحل. لكن في الجزائر كاين زبده توريق واحده تستعملوها للاثنين، يعني لصنع العجينه المورقه ولصنع ايضا العجينه نتاع الكرواسون. هنا كما راكم تلاحظوا اوراق الديول او البسطيله. كاين ايضا لاباط فيلو والقطايف او الكنافه. يوجد ايضا العجينه المورقه واجده، وهذه تجي كونجلي. وكاين ايضا مجموعه مشروبات متنوعه
معظمها التي تباع في الجزائر مثل نجاوز وسليم وسيليكتو، يعني المشروبات المفضلة في شهر رمضان المبارك كما راكم تلاحظوا في الصورة. كاين أيضا الزيتون منزوع النواة باش تصنعوا الزيتون تاع الطاجين، يعني كل ما تحتاجونه في شهر رمضان. وهنايا المعجنات مثل الشوربة والكوسكوس. كاين أيضا خضر مصبرة اللي هتشوفوا فيها في الصورة. دوك تشوفوا ايضا التوابل المتنوعه المتواجده في هذا المحل. هنايا اللوبيا البيضاء وايضا العدس، حتى المحمصه متواجده هنا ايضا، وهذيك الشوربه تاع لسان الطير ايضا كاينه، وهذو انواع تاع السميد. هنا دقيق القمح الكامل، هذا النوعيه تاع السميد انايا ماشي مجربتها، يعني الا كاين اخوات مجربين هذا النوعيه ماذا بكم تقولوا لنا على في التعليقات الا كانت مليحه، خصوصا فيما يخص هذا السميد الغليظ هل يصلح لقلب اللوز. هذا مازال ما جربتوش. اللي راني مجرباته في قلب اللوز دوك تشوفوه في الصوره، نشريه ايضا من هذا المحل. هذا هو هذا النوعيه تاع السميد خشن يصلح كثيرا لقلب اللوز، والثمن تاعها كما راكم تشوفوا 8.99 دولار بالتقريب 8 البي، يعني بالتقريب 4 كيلو. كما راكم تلاحظوا هنا مايزينا، وكاين كريمة الباتيسير على شكل غبرة، ودائما طريقة التحضير كما نقولكم متواجدة في العلبة، كي تدوروها الجهة الأخرى تلقوا طريقة التحضير لهاته الكريمة. كاين أيضا بودرة شونتيي تباع في العلب وتباع أيضا بالميزان. هنايا سكر فانيلا وخميرة الحلوى، وكاين جميع أنواع الفلان بجميع أذواقه. يعني هذا الفيديو عملته خصوصا للاخوات اللي يبحثوا عن المنتوجات التي تشبه التي تباع في الجزائر، يعني المنتوجات المحليه وايضا المنتوجات الحلال، يعني كاين بزاف هنا في هذا المحل منتوجات حلال يقدروا يستعملوها في المطبخ. هنايا مجموعه تاع الفلان بكل اذواقه. كاين انواع متعدده تاع الطعام او الكسكس وبحجم مختلف، كاين بالكيلو كاين بثلاثة كيلو كاين ايضا بتنين كيلو. هذا مربى المشماش كونفيتور دابريكو اللي نستعمله كثيرا في الحلويات، وهاد العلبه نتاع واحد كيلو. وكاين ايضا هذا سكر فانيلا ينباع في علبه كبيره، هذا ايضا متواجد هنايا، هذا شفته هنا في البلاد. وهنايا المجموعة العطر متنوعة، كاين عطر الموز عطر الفراولة عطر اللوز عطر الفانيلا. وكاين أيضا مجموعة متنوعة تاع ملونات غذائية راكم تشوفوا فيهم في الصورة. كاين بحجم مختلفة، كاين قروع كبار وكاين أيضا قروع صغار، وهادو للتزيين تاع الحلويات تاع العقاش وأيضا اللامع. وهذه جيلاتين حلال نستعملها
كثيرا ولنشريها من هذا المحل. كاين هنايا ناباج بذوق المشمش، الجلوكوز ايضا نشري من هذا المحل بكميه قليله، خاش كاين تاني جلوكوز هنا يباع بكميه كبيره، يعني بميزان تاع 2 كيلو ولا 5 كيلو، انا نشري بكميه قليله من هذا المحل. وهنايا بودره كاكاو، هذه اللي نستعملها كثيرا، يجي اللون تاعها داكن. وهنا مجموعه نتاع التوابل، يعني كل التوابل اللي تحوسوا عليهم راهم متواجدين هنايا، حتى هذوك التوابل اللي نستعملوهم في الزلابيه يسمى الهال او كاردامو. هذا الهال يستعمل كثيرا في العجينه تاع الزلابيه، هذيك الرائحه المميزه اللي تشموها في المحلات من يقولوا زلابيه، وايضا يعطي ذوق مليح في العجينه باش ينحي منها هذيك الرائحه تاع الخميره. وكاين هنايا كما راكم تلاحظوا كاين التوابل مطحونه وتوابل تباع على شكل حب حب، وكل وحده بالاسم نتاعها والثمن، وهذا الثمن بالنسبه ل 100 غرام راكم تشوفوا فيه في الصوره. حتى التوابل الخاصة بالشاورما وأيضا بشيش طاووق وأيضا التوابل الفلافل اللي راكم تشوفوا فيهم في الصورة. وهذا هو حب الهال مطحون أو كاردامون اللي قلت لكم عليه نتاع زلابية، يعني مجموعة كبيرة نتاع توابل راها متواجدة. وايضا تتواجد في هذه المجموعه كريمه الباتيسير، وايضا بودره الشونتيي على شكل غبره دوك تشوفوها في الصوره. ودائما التوابل ماذا بكم تشروهم، شروهم بكميه قليله، لانه لو كنت تشرو كميه كبيره غادي يطول، غادي يطولوا باش تستهلكوها كامل والرائحه تاعهم غادي تمشي. كما راكم تلاحظوا مجموعه كبيره تاع توابل، هنايا القرفه على شكل عيدان وقرفه مطحونه ايضا، هذا زعفران، وهذا الشب يباع ايضا هنا، هذا هو الشكل تاعه، كاين واحد الاخت سقساتني عليه بيير دالان، ولا الشب ينباع في دي ساك صغار. وهذا الخروب كما راكم تلاحظوا، وهنايا مجموعه اواني تقليديه وعصريه.
وهذه لافاني بالميزان. كاين محسن الخبز ايضا بيكين باودر ولا خميره الحلوى، بودره شونتيي، كاين ايضا سكر فانيلا وكريمه الباتيسير، يتباعوا بالميزان. وكاين ايضا هنا حلويات يطيبوها في المكان، كما راكم تلاحظوا حلويات تقليديه الخاصه بشهر رمضان او اي مناسبه اخرى. وهنايا كاين مجموعه تاع زيتون باذواق مختلفه. وصلنا الى نهايه الفيديو نتاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.